تفضل تحية أخويا. من جديد حياك للرفيق أحمد والإلهام وكمال، وكذلك الرفيق الطبوزي رشيد اللي البروفايل ديالو ما كيبانش طبوزي ولكن يبدو أنه طبوزي كذلك. سيلتحق بك. سيلتحق بعائلة الطبابيز. قبولا منك السلام. واحد القضية بدأ بها الرفيق رشيد، قال لك خاصنا نبقاو نحددوا المفاهيم. هذاك النقاش كله اللي قال رفيق رشيد هو جميل وممتاز على مستوى الطبقة المتعلمة الأكاديمية أو النخبة على الأقل التي تعرف القراءة والكتابة واللي انغمست في الفيسبوك وأصبح لديها اليوم واحد الوعي اللي هو وعي مزيان، لكن فضح الممارسات اللا ديمقراطية اللا شعبية اللي كيمارسها النظام بمختلف الأدرع ديالو والمؤسسات ديالو عبر هذه اللعاب اللي هي الانتخابات ولا الإنصاف والمصالحة ولا غيرها من الأمور اللي دازت تاريخيا بأسلوب بسيط وسلس. علاش؟ لكي باش توصل للطبقة الشعبية اللي لا زالت تؤمن بأن هذاك السيد اللي كيجي يقول له غادي ندير لك الطريق وندير لك المدرسه وندير لك كذا غير صوتوا عليا وهاكا 200 درهم، خاصو يفهموا بان هذاك كيطلع للبرلمان باش يدير التشريع، راه ما فيدوش هو باش كيدير التشريع من اجل ترسيم سياسات عموميه على مختلف ربوع المملكه او ربوع الوطن اي وطن، فهو راه ما عندوش ديك لا كاباسيتي اللي هي غادي يجي مثلا يوظف لك هذا ولا غادي يجي مثلا يجيب لك الماء ولا يجيب لك الضوء الا من خلال رفع المطالب ديال ديك المنطقة تال ولا المنطقة تال. فبالتالي ليس من باب الحشو والثرثرة أن الإنسان يبين العور ديال الفعل السياسي، العور ديال المؤسسات التي لا تطبق القانون، باش المواطن توصلوا شيئا فشيئا هاد الأمور اللي هي مراكباش، باش يفهم بأن فريمون مراكباش. إذا فين هو الحل؟ الحل فريمون انني خصني ما ننتخبش لان الصوت ديالي ما عندوش القيمه ديالو. غادي نبداو بعض الصور. دابا ملي جا بن كيران ودار الانتخابات وترشح ونجح، قال له رئيس الدوله شوف السي بن كيران راه خصك تدخل معاك الاحرار، راه راني باغي فلان. هذا الشيء على لسان بن كيران. اوكي، من اللي ما بغاش بن كيران الاتحاد الاشتراكي، من اللي ما بغاش بعض الامور، المهم وقع البلوكاج، وقعت المشاكل في الريف، تطورت الامور في الريف، هما ما مسوقينش لديك المشاكل، كيقولوا راه شي نهار غادي نطفيوها راه ساهله الامور، بقاو غاديين دايرين العصا في الرويضه لواحد شويه ديال الديمقراطيه في الشق ديالها الانتخابي. ومن اللي لقاوه السيد ما يعني بقى كيشكل اولا واحد الظاهره صوتيه اللي هي مزعجه، ثاني حاجة ما بغاش يدعن لهذيك الشروط بطريقة أو بأخرى، فقالوا له سير ولدي تجلس في الدار وهنينا وعندك تكلم، جلس في دارك وهنينا، با بوجي با اسمو ما تكلمش. حتى أعتقد أنا من قراءاتي خارج بن كيران أعتقد أن بن كيران يخرج مطلوب منه أن يخرج باش يعلق مثلا على دابا فهمني أخي الرفيق كامل والرفاق والرفيقة إلهام. السيد كان كيقول بانه يجب ان مجيب اضيف اضيف قالوا له تجلس في دارك وما تتكلمش وهز بعد المليون باش تسد فمك. لا لا تماما الله يخليك. بزاف الناس كون عطاهم غير مليون يسدوا فمهم. انا الاولى. رسالة بالتنبر ديالها بعد المليون. تفضل اخويا مجيد، تفضل كمل المداخله ديالك. دليل على هذه القضيه بانه قراءتي انا لهذاك الفعل السياسي ديالو بانه كتعني سير جلس في دارك وما تهضرش، وهو انه ملي كان هو كرئيس حكومه كان كيقول في واحد التصريح راه يجب القطع مع المدرسه العموميه وما خصناش حنايا سميتو، لان كتدي واحد المونطون اللي هو كبير بزاف من الميزانيه ديال الدوله، ولكن كيسمح لراسو من بعد كيدير واحد البث مباشر وكيقول لك الله يا ودي واحد بالاستقلال السي عثماني فعل وترك، وانت بغيتي تجي دير اسمو خصك ما يمكنش تصدقوا على هذا القانون الاطار ديالها سميتو. من بين الامور كذلك اللي كتبين بانه لا جدوى من الفعل السياسي والانتخابات وكذا، مع العلم انني اتقاطع على طول الخط مع رشيد ولكن
من اجل تبسيط الامور. كيفاش حنا عندنا حكومه في ظل جائحه كورونا وما عرفناش شكون اللي دار لنا واحد اللجنه سموها لجنه اليقظه؟ هذيك لجنه اليقظه ما كتنسقش كاع مع داك داك الزغوه ديال ما دايره كيشفني مسكين والله عثماني هذاك العثماني راه غير خبز الله وخبز الله راه غادي يلا بلا ما والله بواحد تيبقى تيقطع ليا في القلب تاعنا اخي مجيد دابا هو ما فاهم والو ما عارف والو حتى كيصرح هو بشي حاجه على اعتبار انه مسكين ديال راسو راه هو رئيس الحكومه كيلقاه وصرحوا قبل منه بشي حاجه معاكسه واللي كيدفع الثمن هو الطبقه الشعبيه التي لا زالت تعتقد بجدوى الفعل السياسي في المغرب على ضوء الشروط الحاليه. ملي نجيو كذلك للبغرير ملي وقع البغرير كلنا كنتذكروا التصريح ديال العثماني قال لك الا كان هذا الشيء راه ما يمكنش ما مقبولش. وزير التربيه الوطنيه حتى هو قال لك لا هذا الشيء ما يمكنش ما فخباريش ما فخبار من هذا الشيء. كيفاش جانا وزير التعليم التربيه الوطنيه والتعليم العالي ما فخباروش ورئيس الحكومه ما فخباروش؟ إذن هناك ايادي خفيه هي اللي كتشتغل. ملي نجيو ونلقاو ان المؤسسه اللي مفروض انها تراقب الفعل الحكومي كتشرعا الفعل لا قانوني ولا شعبي وكتدعم الباترونه وكتدعم اللوبي البرجوازي وكتصوت على قانون اللي كيخول العالمي انه يبيع شركه ويفوت على المغاربه 200 مليار ديال السنتيم كيبيع سهام بالملايير ديال الدولارات نتا مول الخير وكيعطيه كيعطيه البرلمان سك الغفران ماشي سهام ماشي سهام راها سهم 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 المهم سهام ولا سهام المهم حنا راه ما كلينا منها والو ما صحبناش سهام ولا ما سهامش. ملي نجيو ل 17 مليار ديال الدرهم ملي نجيو ل 17 مليار ديال الدرهم اللي تم الاكتشاف ديالها في الوقيته فاش كانوا كيتناقشوا في اللجنه ديال الماليه راه ملي خرجت هذيك 17 مليار ديال الدرهم رانا التبينات مزوبعه ولا داك التقرير ديال اللجنه البرلمانيه ولاو كيبدلوا فيه ويقادوا فيه عاد باش خرجوه للاخراج السينمائي على المناقشه العموميه في البرلمان. وانا كتطرح سؤال ما هو الجدوى من البرلمان اذا كان ما غاديش يرجع للمغاربه 17 مليار ديال الدرهم؟ فهذه كذلك نقطه. ملي غادي نشوفوا كذلك شركات اللي كانت هي شركات عموميه من الاموال ديال الشعب من الثروات ديال الشعب كتتم الخصصه ديالها في رمشي تيعين والمصيبه ماشي هنا المصيبه الفلوس ديالها ما كاينش الاثر ديالها منعكس على الشعب المغربي. نجيبوا شركه سامير تمت الخصصه ديالها بواحد الطريقه ديال باك صاحبي دفتر التحملات ما كيتحتارمش بنادم غير كينوض الصباح وكيكون عنده هذا خالو وهذا عمو في العرس كذا كيقول له ديروا لي شركه هنا وشوفوا لي شي صفقه معاه هنا ولا هنا وكتنوض الصفقات وواحد شويه كتلقى بنادم ما كيكسب ما كيعلم ولا ملايري. هذا الشيء ما كيراقبوش البرلمان علاش؟ ما كيراقبوش القضاء علاش؟ إذن هذا الفعل كله وهذا الهرم السياسي وهذه الطريقه باش غادي الامور في المغرب راه طريقه اللي هي بهلوانيه كاريكاتوريه دراماتيكيه كذلك في نفس الوقت كتضحك وتبكي في نفس البلاصه. ملي نجيو دابا عندنا واحد المكتب باقي شويه كان كلشي المغاربه مساكين مازالين رافعين عليه الامان اللي هو المكتب الشريف الفوسفات. هذا المكتب للاسف الشديد فيه الكريدي فيه الكريدي دابا فيه تقريبا واحد 6 مليار ديال الدولار ديال الكريدي واحد. كذلك داك لي شيفت اللي فيه تخلصوا ما بقاش كيخدم دوك الناس اللي كان كيخدم بشكل مباشر ولا كيدير دي كونطرا مع ناس اللي هما كيدير معاهم التعاقد من الباطن وكيأجروا له العمال. فهمتني هاد الصندوق ديال التقاعد ديال المكتب الشريف الفوسفات افلس ولا خص الحكومه عن طريق البوش الميزانيه ديال المغاربه والضريبه ديال المغاربه تولي تدعم هي سميتو ولا لقاو مخرج بانه البنك الشعبي هو اللي غادي يدخل وغادي يفك هذه الحيره ديال التقاعد ديال سميتو. لكن هذا المكتب اللي دابا كيقولوا لنا راه عنده لوموا كيتسالوا الفلوس كنلقاو الصفقات ديالو كتندار بواحد الطريقه اللي راه ما يقبلهاش العقل. وعمرنا سمعنا شي نهار ضربهم حمار الليل وقالوا
ارونا نناقشوا مثلا الصادرات والواردات والصفقات العموميه اللي كتدار مع المكتب الشرعي والفوسفات باش نعرفوا كيفاش اشنو كيوقع في الميزانيه ديالو في الفلوس ديالو وعلاش هو دابا مادام كيصدر هذه الثروه هذه اللي ما عندش بزاف ديال الدول عندنا غير حنا وكل شيء عباد الله في العالم باغي تاكل وبالتالي الماكله ديالها معتمده على المنتوجات ديال الفوسفات علاش هذا المكتب هذا كيعيش هذا سميتو زيدون كيفاش حنايا المكتب الشريف الفوسفات على قول عبد الحق حسان دابا القوه الاستراتيجيه ديال الكارو ديال التدخين في المغرب هو التدخين في المغرب كيضخ في الميزانيه ديال الدوله اكثر مما يضخ المكتب الشريف الفوسفات عبر الضرائب وحللوا ناقش دابا هذا المرفه الصفقات العموميه قلنا ملي نجيو نشوفوا الصفقات العموميه ما كاينش مراقبه كذلك التدبير المحلي والفساد والقضاء وتوقيف المجالس البلديه والجماعيه وحتى الجهويه دابا تصوروا معايا المغاربه انتما كتنوضوا ديروا انتخابات وكتبقاو تصوتوا وكتقولوا راسكم هذا زين هذا ماشي زين على افتراض اننا عندنا واحد الوعي السياسي باش نصوتوا على فلان ولا على فلان وعلى كذلك على يعني تجاهل المنظومه كذلك القانونيه ديال الانتخابات والمنظومه كذلك ديال الاحزاب السياسيه والفعل السياسي بصفه عامه في المغرب ملي كتكونوا نتوما كمواطنين كتنتخبوا على شي ناس سواء نجحتهم نتوما ولا نجحتهم الداخليه المهم تكون عندكم واحد المجلس جماعي ولا مجلس بلدي واللي كينتهي بواحد المجلس جهوي كتجي وزاره الداخليه وكتقول للمجلس البلدي الفلاني وقف اسيدي انت راه تم الحل ديالك المجلس البلدي الفلاني وقف انت راه تم الحل ديالك الجهه الفلانيه مثلا جهه قليمي نتوما سيدي وقفوا نتوما راه عندكم اللغات وكذا تصور في جهه قليمي اللي كانوا كيشكلوا الاغلبيه من بعد الانتخابات ولاو هما اللي كيشكلوا ولاو هما اللي كيشكلوا المعارضه فواحد المشهد يعني اش غادي نقول لك يعني محزن جدا ما كيخليوش حتى دوك المكاتب اللي كتخرج بطريقه او باخرى من الانتخابات انها تخدم على الاقل واحد شويه ديال المطالب ديال الشعب اذا ملي تولي وزاره الداخليه كتحكم مباشره في هذه المجالس الجماعيه راه مصيبه دابا في كورونا المغاربه غادي يعرفوا مزيان شكون اللي كيحكم في المغرب لانه ما شافوش السياسيين الا ملي كيكونوا دايرين شي نشاط قبلي عبر توزيع القفاف على دوك المريدين ديالهم او ديك الكتله الانتخابيه ديالهم او الخدام ديالهم كحزب سياسي شافوا الشيخ شافوا المقدم شافوا كذا شافوا كذا ولكن ما شافوش الفاعل السياسي اللي هما انتخبوا عليه وهذا كيبين بان الدوله راه لا تعترف بهذا الفاعل السياسي ملي نجيو كذلك كيفاش هذا رئيس مجلس المستشاري ما منتخب عليه حتى شي واحد كيترأس ثالث مؤسسه دستوريه بين قوسين في المغرب كيفاش رئيس مجلس النواب ما منتخب عليه حتى شي واحد يترأس كذلك المؤسسه الثالثه الدستوريه واحد القرار اللي هو خطير وخطير جدا واللي ما تشاوروش مع المغاربه وما كانش فيه نقاش عمومي ودابا الحكومه مازال ما تصوباتش قالوا لهم يا سيدنا دابا هاد الحكومه راه مازال ما تصوباتش نوضوا تعقدوا لنا جلسه في البرلمان باش ديروا المكتب ديال مجلس النواب باش تصوتوا على الاتفاقيه ديال انضمام المغرب او العوده للمغرب ديال المغرب للاتحاد الافريقي ونوضوا تجمعوا ومشاو سيدي انت مول الخير وحضروا الجلسه وصوتوا اذا فينا هو الفعل السياسي وفينا هي الانتخابات وفينا هو القيمه ديالك انت كمغربي ديال الصوت ديالك انت ملي تلقى راسك مثلا كتصوت على الرفيق رشيد ولا الرفيق كمال ولكن اللي ولا وزير هو الرفيق الهام هي ما كانت هي في الخارج كاع كانت في بريطانيا ولا كانت ما عندها علاقه بالمغرب ولا حتى شي حاجه فين قيمة صوتك علاش انت غادي تعطي صوتك الا كانت قيمة صوتك ما غاديش تعطوا القيمة كان الصوت ديالك ما تعطوش القيمه ملي نجيو كذلك القرار السيادي خطير اللي هو ترسيم الحدود البحريه بيننا وبين اسبانيا غادي نلقاو حتى هو ما داكشي انا اجزم واتحدى انهم يديروا ميكرو تروتوار مع هذوك اللي صوتوا على هذاك القانون اقسم بالله ما يكون كيعرف يديتيرميني ما هي
الحدود البحريه بين دوله واخرى، كيفاش كتصوت اخويا؟ ولذلك من اللي قال الرفيق اسمو عليه ديال الاشتراك الموحد قال له انا ماشي بهيمه نصوت على شي حاجه، راه فريمون اخويا راه انا ماشي بهيمه، ولكن اللي بهيمه اعترض قال له ما تقولش البهيمه، ولكن اللي فيك الفز كتقفز، انت ماشي بهيمه. ايوا مالك انت كتقفز اصاحبي، انت ماشي بهيمه خلاص، هو قال لك انا ماشي بهيمه، اذا انت راك ماشي بهيمه بلا ما تقفز. واخا سيدي نجيو للدعم ديال الاحزاب السياسيه، باي منطق اذا كان اول دور ديال الاحزاب السياسيه هو التاثير ديال المواطنين، علاش غادي انت تجي وتعطي لواحد الحزب سياسي مثلا جوج دمليار لانه جا في الانتخابات اللي فاتت هو الاولى؟ حنا عارفين الانتخابات كيفاش كتجري، واحد الانتخابات واحد الحزب مثلا اللي راه تاسس مثلا نفرضوا جدلا شي حزب جمهوري تاسس وسط المغرب وما حقوش ياخذ الدعم، فينا هي تكافؤ الفرص باش كل واحد يمشي يأثر المواطنين ويتواصل مع المواطنين؟ هنا كاين مشكل، كذلك كاين مشكل في المؤسسات العموميه يعني بينها المكتب الشرعي في الفوسفات اللي كيساهموا مع بعض الاحزاب السياسيه بطريقه او باخرى، وكيساهموا حتى في العمل الجمعوي، احنا عارفين حتى الاحزاب السياسيه دايرين عباره عن قبائل، لا يحق لنا ان نسميها بالاحزاب السياسيه بطبيعتها في المغرب، ولكن هذه الكتله ديال البشر اللي هي كتسمى نفسها الاحزاب دايره بحال القبيله، وكل قبيله دايره ادرع، دايره نقابه ديالها، دايره جمعيات ديالها، دايره صحيفه ديالها، دايره لوبي اقتصادي ديالها، دايره شركات ديالها، في الغالب الاعم ديال الاحزاب السياسيه كلها. ملي كيتقاس شي واحد مثلا من الحزب ا ما كيدافعش عليه الحزب بي لانه يدافع على القيمه ولانه يدافع على المواطنين، لا سير الدفع على، ولذلك ولا الانتماء للجمعيه ولا للنقابه، ولا النقابه كاع ممكن تفهموا لان هذاك طبيعي، ولا الانتماء للنقابه والجمعيه والانتماء للجمعيه والحزب، ولا على اساس مصلحي، على اساس دفاعي، على اساس حمائي، لان باش تحمي راسك انت من العفاريت والتماسيح ديال الدوله خاصك تكون منضم لشي اسمو باش ملي ان شاء الله لا قدر الله تشد هنا ولا هنا يدافع. كذلك في المغرب ما يمكنناش حاول اخويا مجيد دخل في النقطه الاخرى. اوكي ما يمكنناش المغرب يميزوا بين يسار ويمين، وكما قال الرفيق رشيد هذا النظام ما عندوش ايديولوجيه فريمون، جو سوي فريمون داكور، ما عندوش ايديولوجيه لانه مره كيجينا ليبرالي كنلقاوه كيقردع في المؤسسات العموميه وكيخصها، ومره كيجينا اشتراكي شيوعي كاع وكنلقاوه كيدير مثلا دابا الطريقه ديال الاراضي السلاليه والطريقه ديال هاد الاراضي الجموع اللي بغات توزع وكذا الى اخره، وبالتالي هنايا يمكن نقولوا بانه نظام مصلحي نظام نفعي كيجيب الاشتراكي باش انه مثلا يشفطلو هذيك الشعبيه ديالو او هذيك الكتله اللي عنده باش ما يبقاش مشكل مثلا واحد الصوت معين اللي ممكن ينافس او اللي يجيب الديني او اللي يجيب اليميني او لا غيره او لا غيره، مع العلم ان حتى القيمة الإيديولوجية لدى الأحزاب السياسية ولات غير يافطات. فكذلك ملي يجيو على البرنامج الحكومي، ملي كيجيو هاد الناس دابا انت مول الخير وكتكمل الانتخابات وكيديروا حكومة كسيفسائية، كيتلاقى معها اليساري مع الإخواني، والإخواني كيقول اليساري كيقول للرفيق، واليساري كيقول الإخواني هاد أخ، وما كتبقى فاهم والو. لكن ملي كيديروا برنامج حكومي كيقدر الله بانه وحتى التقدير السياسي بانه مثلا حزب التقدم والاشتراكيه كيخرج من الائتلاف الحكومي لان عنده غضبه ديال الريف، كيقول له ايوا يلاه سيروا بعدو نتوما، راهو دابا نتوما هما فاش جات دابا الضربه سيروا راه مغضوب عليكم. اش كيبان هذا حزب التقدم والاشتراكيه اللي كان طرف في اعداد البرنامج الحكومي يعني مفروض انه طرف كيولي كيعارض البرنامج الحكومي، طبعا السكيزوفرينيا. نفس الشيء داروا حزب الاستقلال ملي خرج، ملي نجيو كذلك التشريع كدور من ادوار البرلمان، وهذه اخر نقطه صور معايا كيلقاو الوقت باش انهم يجيو للقوانين اللي كتساهم في زياده الضبط المواطن وتحقير المواطن
وحقرة المواطن هذه كيعطيوها الأولوية وكيناقشوها وكتخرج تباعا وحدة من وراء وحدة. لكن ملي كيتعلق الموضوع مثلا بالإسراء غير المشروع، ولا كيتعلق الأمر مثلا بالملكية العقارية والملكية الخاصة وملكية مغاربة الداخل ومغاربة العالم والنهب اللي وقع للمغاربة اللي للأسف الشديد ما كيتسوقوش، وممكن يديروك تشريع مثل المادة 8 من القانون المادة 2 من القانون بالقانون 0008 واللي كيقول لك شوف المغربي راه ملي تتكون انت محفظ الملك ديالك العقار ديالك محفظ راه خصك تبقى تمشي تشوف المحافظه العقاريه كل ربع سنين. الا ما مشيتيش من بعد ربع سنين وشي واحد مثلا جارف لك على شي حاجه ديالك راه ما الدوله ما كتبقاش تناقش معك ترجع لك ديالك، كتبقى تناقش معك في السومه ديال ديالك هذا الا قدرتي اصلا تثبت بانه ديالك. اذا فينا هو القانون؟ فينا هو المواطن؟ فينا هو التشريع؟ فينا هو البرلمان؟ فينا هو ما كاين حتى شي حاجه. كتلقى مواطن سرق صنداله ديال الميكا كيحكم عليه القضاء بعام ديال الحبس، مواطن ما لبسش كمامه لان ما عندوش باش يشريها ولا ما لقاهاش كيهزوه كيحكموه بشهر شهرين وغرامه ولا الى اخره. ولكن واحد المواطن اخر وضرب الصفقات بالمراير بالادله ودير كارثه في المغرب بالادله وكتبقى معاه الفرقه الوطنيه كتحقق على ربع سنين مثلا سير عاود دير قضية التحقيق وبقى تحقق حتى تحمق، وفي الاخر كيصدروا قرار كاع ديال المنع ديال شي فلان من السفر ويتم التراجع على المنع وكيولي عاود يسرح هو يمرح، بل يمكن ان يجند في مهمة رسمية ويمشي يفوض عليك مثلا في الاتحاد الأوروبي ولا في بروكسل يوندب انت ولا انت في شعرك ولا شنو دير. وبالتالي اللي خص المغاربة يفهموه هو ان العملية الانتخابية كمنظومة كاملة والفعل السياسي والنظام السياسي بشكله الحالي راه ما غاديش تكون فيه ديمقراطية، ما غاديش تكون فيه انتخابات نزيهة، وهاد الأحزاب السياسية اللي راضية بهذه الأمور هذه وراضية بالتقطيع الانتخابي اللي واقع وراضية حتى كذلك بالطريقة ديال الانتخاب الريعي، لأن كاين انتخاب طريقة انتخاب باللائحة، واحد الإنسان كان ممصوت عليه تشي أقسم بالله واحد الإنسان في أسفي ما جايبش جوج ديال الأصوات جوج يعني حتى داره ممصوتش عليه وهو نائب رئيس الجهة ديال مراكش أسفي الوحيدين وناقش رزق تحياتي لكم جميعا. قال لك رزق من عند الله على المتابعه. قال لك رزق من عند الله اش بغيتي عنده انت تفضل يا مدام ميلاد. وامجيد منين دير مداخله خلي لنا شويه فاش نهضروا راك تاخذ جميع النقاط اللي نقدروا نستعملوها هذا الويبينار كتجيب لهم التمام. اذا ما تبقى لنا حنا وراه مجيد مجيد كيحصد حب وتبن كيجدر تيحصد وتيحرط العام الجاي هو تيحصد الرفاق الرفيق أحمد والرفيق العام والرفيق رشيد والرفيق كمال ممكن أنكم تطرقوا الله يجزيكم بخير لأن ما غاديش ندير مداخلة. كاين أربعة ديال الفصول الدستورية الأحزاب السياسية تكالبت على مغاربة العالم مازال ما كملش بغيتكم تهضروا على التشريع وعلاقته بمغاربة العالم وكاع نقدروا نديروا شي حلقة كاع أخرى ونهضروا على هذاك نهضروا على التشريع هذا بشكل مفصل وتكون حاضر معنا أنت وتبرد حلقة أخرى كتبقى دائما المداخلات ديال مجيد شيقة وممتعة ولكن كتجي أكاديمية هو ما خصوش يدير لقاءات اللي فيها حوار خصو يدير واحد المداخله ماجيسترال تتكون عنده واحد الاسترسال هذه يعني كنقولها وعن صدق كيكون عنده واحد الاسترسال وصعيب باش تبرك له على البطونه يوقف ولكن كيكون داك الشيء يعني جامع. غادي نرجع انا للمداخله ديال السي رشيد اللي تيقول ان المغاربه ما خصهمش يصوتوا لان النظام يستمد شرعيته من الانتخابات. فعلا في ضوء هذه المنظومه السياسيه كيف هي دابا حاليا راه كيف صوت المغربي او ما صوتش يعني اللعبه كتلعب على واحد المستوى عالي وهناك بحال عندنا راه حنا في واحد السيرك لي ماريونيت اللي شد لهم الخيوط وكيلعب هذا ويزيد هذا ويرجع هذا
يطيح هذا ويهز هذا الى اخره. هذا الشيء كله مفهوم ويعني ما بقاليش ما نزيد فيه الاخوان هضروا فيه، الا انه في هاد الانتخابات الاخرى ديال هاد جوج ديال سميتهم ديال الانتخابات اللي فاز فيهم حزب العداله والتنميه، هما فاش عرفوا المغاربه واحد العزوف على الانتخابات بكثره اكثر من السنوات اللي سبقت هاد الفوز ديال العداله والتنميه. فهنا الا كنا غادي ما نصوتوش لان النظام يستمد شرعيته، انا ما كنتفقش. علاش؟ لان النظام الشرعيه ديالو عنده، واخا ما يصوت حتى مغربي، واخا كاع ديك الاحزاب الانتخابيه يصفيها ب 35 بها يصفيها شرعيته تتبقى، لان كاينه البيعه، كاينه البيعه اللي كتعطي شرعيه اكثر مصداقيه من التصويت ديال واحد الافراد في المجتمع. وبالارقام في هذه الفتره اللي فازوا فيها العداله والتنميه المفروض كان يكونوا عندنا 20 ديال المليون ديال المغاربه مسجلين في اللوائح الانتخابيه، بينما على ارض الواقع كنصيبوا كاينه 12 مليون اللي مسجله واللي صوتوا اللي مشاو لصناديق الاقتراع. هذا الشيء بالارقام ما كيتجاوزوش 5 ديال المليون. مادام حنا كنبداو نقولوا للناس ما تصوتوش فهي في صالح هذا الحزب. انا ما كنقولش باللي الا صوتنا غادي يفوز حزب اخر احسن من هذا الحزب اللي دابا هو في الاغلبيه، انما سوف يكون اقل لؤما، حيت جميع الاحزاب اللي فازت في قبل واللي كانت يعني عندها الاغلبيه في الحكومه لا من اليمين ولا من اليسار ما داروش في المغرب الانتهاكات اللي دار هذا الحزب هذا. ولهذا انا من المنظور ديالي، لان هذا الحزب هذا مليون ديالو ديال الناخبين راه عنده، ما يحيدهالوش الطبيب واخا نعياو يعني ننكروا هاد الحقيقه هذه اللي خصنا نعترفوا بها. عندهم مليون ديال الناخبين، ومنين كياخذوهم؟ كياخذوهم من الاصوليين اللي في الجامعات، كياخذوا دوك المحجبات اللي كيرتادوا على الكتاتيب القرانيه ودور القران، كياخذوا دوك اللي كيكونوا كيمولوهم في بيبان الجوامع كيديروا له كروسه يبيع الكاسيت ويبيع عود الاراك ويبيع وكيمشيو للدواوير وكيمشيو يستغلوا الفقر. هذه واحد الظاهره اللي ما كانت دارها حتى شي حزب قبل، ان هذا الحزب هذا دابا اللي عنده الاغلبيه في هذه جوج ديال الدورات الانتخابيه استغلوا فقر المغاربه باش يطلعوا هما للواجهه، الشيء اللي هو خطير جدا. راه الاحزاب الاخرى ما كنقولش انها نازيه، ولكن مازال كنأكد عليها اقل لؤما، بينما كنصيبوا ان حتى في الدستور هناك فصل كيقول ان ما خش حتى شي حزب يبني الوجود ديالو والكيان ديالو النشاط ديالو على واحد على العرق مثلا او على تمييز قبلي او عرقي او ديني. هادو كيقولوها بصريح العباره انهم هما يستمدون كل شيء ديالهم من الدين بل يتاجرون حتى بالدين. ولهذا يا رفيق يا الهام، اجدر حزب الاستقلال راه دار في المغاربه الكوارث، حزب التجمع الوطني كلشي تقهقر في المغرب. ما كنقولش ان الاخرين داروا فينا الخير ولا يعني كان داكشي يعني بواحد نقولوا واحد لو طابلو كلشي غوز، لا، ولكن هادو انا كنشوفو حتى من غير الانتهاكات ديالهم يعني والضعف ديالهم السياسي، هناك واحد لعب على العقيده ديال الناس، وهذا شيء خطير انك تستغل واحد الشاب وانت كتلعب على العقيده ديالو، مع انه في الدستور راه ماشي غير هذه القضيه هذه اللي كينتهك فيها الاحزاب السياسيه، ماشي غير في هذه النقطه كينتهكوا الدستور. الدستور حنا عندنا منتهك على جميع المستويات، راه كاين انه فصل ما خصش شيء الحزب يكون تيستمد يعني الايديولوجيه ديالو من الدين، بينما كنشوفوا كيصرحوا بها هما. قال لك اللي كيعارض هذا الحزب هذا كيعارض الاسلام، ولهذا انا من هذا الباب لا احبد فكره مقاطعه الانتخابات، لان على الاقل باغ ديفو كيف كنقولوا باغ ديبي غير قطعوا على هذا الطريق، ولو هذاك اللي غادي يطلع راه حنا ما مقتنعينش به، لان لحد الان ما عندنا حتى شخصيا نهضر على راسي ربما ما نهضرش على المغاربه كاملين،
ما كاينش شي حزب انا مقتنع به وبالعمل ديالو. كاين اليسار، ولكن اليسار مؤخرا عرف واحد التقهقر وواحد الاحتلالات اللي جعلته يعني تراجع بكثير على المستوى اللي كان وصل له، ولكن سوف يكون الامر اقل يعني وطئا واقل ضررا من هذا الحزب. فانا لا احبذ فكره مقاطعه الانتخابات ولو غير باش نسدوا على هذا الطريق. نعطيك مثال بحال اللي وقع مثلا في فرنسا ماكرون راه ما صوتاتش عليه الناس لانها مقتنعه بالبرنامج السياسي ديالو ديال الحزب ديالو، ولكن في نهايه المطاف تصاب هو او لا لو بان صوتوا عليه باش يسدوا الطريق على لو بان. فاحنا دابا انا كنقول خصنا المغاربه يمشيو لصناديق الانتخاب على الاقل باش يتقطع الطريق على الحزب الظلامي، لانه وصلنا لواحد يعني المستوى او واحد الحقبه اللي ولات العقيده تستعمل لاغراض ماشي حتى سياسيه، لاغراض انتهازيه، لاغراض باش الانسان تياخذ لك رزقك، تياخذ لك الثروات ديالك، كيستافد هو من الرياء باسم الدين، وهذا اخطر شيء اعرفه المغرب. هناك اشياء خطيره ما كنقولش انا يعني ماشي فاش قلت راه اخطر حزب راه كنزكي الاحزاب الاخرى، ولكن هذا حزب اللي خصو يحارب بجميع الوسائل. وهنا غادي نحصر المداخله ديالي باش نخلي الاخوه اللي بغى يتدخل.